النهارده يوم الارض، وده حدث سنوي بيتم الاحتفال بيه في جميع انحاء العالم في يوم 22 ابريل، وده لاظهار الدعم لحمايه البيئه. بتنظم شبكه يوم الارض فعاليات في اكثر من 193 دوله حول العالم. خلينا نتعرف على ايه هو يوم الارض. يعني هو النهارده بنحتفل بيوم الكوكب بتاعنا، هل بنحتفل بيه ان احنا بنثني عليه وبنقول ان احنا يعني عندنا كوكب جميل، ولا بنوعي الناس باللي عملناه في هذا الكوكب خلال قرنين بس من الزمان؟ ازاي نتكلم عن اليوم ده ونعمل توعية لكل المجتمعات؟ ازاي نتكلم عن حماية المحميات الطبيعية اللي في مصر وفي العالم؟ ضيفنا النهاردة دكتور البيالي حطب، وهو مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة. منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. في يوم الارض، في يوم الكوكب بتاعنا، كل سنة وحضرتك طيب، ده يوم أممي العالم كله بيحتفل بيه. إحنا في مصر مفروض نعمل إيه في هذا اليوم علشان نوعي الناس بأهمية ما يحدث في العالم من تغيرات مناخية؟ أولا صباح الخير على أهل مصر جميعا. حضرتك، إحنا لو هنقول إيه هو يوم الأرض وإيه فكرته وإيه يعني أسبابه وآليات التعامل معاه، يعني فيوم الأرض زي يعني استكمال اللي حضراتكم قلتوه، هو اليوم اللي يعني احنا المفروض نكون فاكرين الارض كل يوم، ولكن صعب ان احنا نقوم بتذكير الناس كل يوم. فاحنا يعني اختار العالم كله اللي هو يوم 22 ابريل ان هو يكون يوم الارض، اللي هو بيستغل هذا اليوم. هو بيبقى مش يوم واحد، ولكن هو لمده اسبوع بيتم تنفيذ فيه فعاليات لتوعيه الجمهور بال يعني اهم القضايا المطروحة على الساحة حاليا واللي تمس حياة الإنسان، لأن الأرض هي في الأصل هي يعني هي مصدر الحياة، هي يعني هي اللي بتحوي يعني الإنسان عايش على الأرض، يعني حوالي 8 مليار إنسان عايشين على الأرض، وتريليونات من الكائنات الحية نباتية وحيوانية وحشرات وبكتيريا وفطريات، يعني هو أقوام يعني. فالأرض هي العائل اللي بيحوي واللي بيأمن المعيشة وبيضمن استدامة واستمرار الحياة لكل الكائنات دي. فيعني لو احنا ما حافظناش عليه هيبقى المسار الإجباري لنا هو الضرر، لأن احنا مثلا نسمع كتير يقول لك إن الكائن ده تأثر، إن الكائن ده اندثر. لا، حقيقة الأمر الكائن مش اندثر، لا، البيئة والوسط الصالح لبقائه هو اللي انتهى. صحيح. فبناء عليه هو انتهى. فاحنا ما نأمله وما يدعو له العالم ان احنا ما يوصلش لفتره ما ان الـ ان الـ يعني يبدا تاثير على الكائنات البشريه والكائنات ويوصل الحية ويوصل للانسان ان احنا للفناء يعني. لان هي صحه البيئه اللي هي صحه الارض، لان الارض هي اللي فيها، هي مصدر الاكل، مصدر اللبس، مصدر الحياه، مصدر التداوي، مصدر لكل شيء هو بيطلع من الارض عموما. ده حقيقي. فهي دي الفكره، ان احنا ديت الاليات اللي يعني اللي بيعملوا بها ايه. طبعا هو في قضايا كتيره مطروحه، قضايا التلوث، قضايا تغير المناخ، قضايا انتشار بعض الفيروس، هي قضايا كتيره مطروحه، ولكن هم بيستخدموا كل سنه يعني كشعار، شعار بيبقى الشعار ده مش اكثر اهميه من القضايا الاخرى، ولكن مثلا السنه دي شعار الحد من استهلاك البلاستيك اللي هو الاحادي الاستخدام، يعني لانه يعني حجم الضرر اللي ناتج عنه كبير جدا. لا، هي كل القضايا هامه، ولكن كل سنه بيكون في شعار وفي نفس الوقت بيتم التركيز على قضيه واحده من القضايا هي اللي بيتم طرحها الاكثر اعلاميا يعني. اعلاميا لكن هو طبعا بيستغل اليوم للتوعيه بصحه الانسان كامل، لان يعني اصبح حقيقه واضحه ان يعني لو حصل خلل في منطقه مش يعني البيئه، حقيقه الامر ان العالم كله وان يونت، يعني وحده طبعا. بدليل المثل اللي حصل في كورونا، ما فيش بقعه على وجه الكره الارضيه والبحار، السفن اللي ماشيه في البحار، في ناس يعني حصل لها العدوى رغم ان هي مش محتكه بمناطق ارضيه، كانوا في عزل اجباري يعني. فهل هنا ده يقول ان احنا كل دوله هتشتغل لوحدها؟ لا، فهنا العالم يعني ايقن ان اي حاجه بتحصل، خلل بيحصل في الطبيعه في مكان ما، فهو بالمؤكد ان هو هيمتد
لدول إذا لم يمتد على مسطح الكرة الأرضية كلها لا هيأثر على دول، على الأقل الدول المحيطة. فهنا بنقول إن حماية البيئة والحفاظ عليها هي طبعا مش مسؤولية الدول لوحدها، هي مسؤولية الأفراد. لأن يعني احنا عندنا بالفعل إحصاءات بتقول إن في أكتر من مليون نوع تعرضوا للانقراض من المخلوقات، فده بيؤثر بشكل والله كبير. والله اكتر من كده بكتير يعني، اكتر من مليون. لسه هسال فعلا الرقم ده رقم واقعي؟ انا كنت حاسه انه مبالغ فيه. لا والله هو بصراحه مش واقعي، لان هو اكبر من كده بكتير يعني. الكائنات اللي اتاثرت، عاوز اقول لحضرتك الحاجه، هي حوالي 40% من سطح الكره الارضيه، من سطح الارض يعني، معرض ل يعني عليها تاثيرات وعليه ضغوط. فبالطبع الكائنات اللي محتكه من مساحه ال 40% ده عليها برضه لها تاثيرات، بما فيها بقى الكائنات اللي يعني الانسان قد يكون عنده القدره انه ينتقل، يقدر يعني يشوف بدائل لاماكن اخرى، ولكن في كائنات هي خلاص محدوديه استمرارها فهو المكان ده. فاحنا فيعني يعني الاعداد بالظبط تحديدا يعني قد تكون اكبر من كده بكتير. ابرزها ايه يا دكتور؟ نعم، ابرزها ايه؟ يعني بنتكلم في مليون صنف من العالم اختفى. لا مش ابرزهم إيه؟ لا في بعض النباتات اختفت، في بعض الحيوانات بدات ما عادش تكون موجوده، في بعض الحشرات. عاوز اقول لحضرتك الحاجه، كل كائن طبعا ربنا خلقه مفهوم يعني الكلام، يعني اعظم 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 قيمه لل هي دوره حياتيه، ده بيأثر على ده بيأثر على ده. اعظم قيمه للكائن هو وجوده في الكون، لان احنا اللي خلقه ربنا يعني، فخلقه بقدر، وهي منظومة يعني. وجود خلل في كائن بيأثر على كائنات أخرى، لأن زي ما أنت حضرتك بتقول إنها هي سلسلة مترابطة ببعضها بالكامل. طب إيه أبرز كائن أثر اختفائه على يعني دورة كاملة من دورات الحياة مثلا؟ هو يعني في بعض الكائنات اللي تأثرت لفترة زمنية، مثلا لو إحنا جينا نقول مثلا زي بردان، تأثر في فترة من الزمن يعني، طائرة بردان ده في فترة من فترات الزمنية بسبب استخدام المبيدات تأثر، فده كان ليه تأثير مباشر سلبي على طبعا سلبي على الإزراعات، لأنه هو طبعا أحد الكائنات اللي بتقوم بتطهير الأرض من بعض الحشرات أو بعض الكائنات اللي هي لها يعني تأثير على الزراعات. احنا اصطدناه كتير فالاراضي الزراعيه تضررت. لا اصطدناه يعني واستخدام المبيدات يعني، اصلا كانت فكره يعني، الفكره اللي كان باعث اكبر لفكره يوم الارض هي كانت من سنه 62 يعني، كان كتاب اسمه يعني يعني في مؤلفه امريكيه كانت الفت الكتاب يعني في سنه 62، بيقول بتحذر الناس من استخدام من فرط استخدام المبيدات يعني. ورغم ان كان في الفتره ديت ما كانش استخدام المبيدات بالشكل اللي هو يعني مقارنه باللي احنا فيه، لان استخدام المبيدات ما هو بينعكس، ما هو بيلوث التربه، بيلوث بس الوعي ده ما كانش موجود، بالعكس كان المزروعات اللي مرشوشه مبيدات ده كانت الناس بتقبل عليها لانها بتبقى واثقه انها ما فيهاش افات. ما كانش لسه في مرحله الوعي ان دي مركبات كيميائيه ضاره بتدخل جسم الانسان وبتترسب في الخلايا يعني. ما هي حضرتك هي هو الموضوع يعني العلم اكتشاف يعني طب. يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم على يعني اكتشف هو يعني ثم اكتشاف المبيدات او تصنيعها واستخدامها، ما كانش فيه البعد الاخر اللي هو السايد افكت لها ايه؟ ايه التاثير السلبي، التاثيرات العرضيه اللي هي ممكن، التاثير الجانبي اللي هي ممكن تستخدمه، وهل استخدمها لحد بحد ايه؟ لان كان في الاول في فرط في استخدام بعض المبيدات. فطبعا لما ظهر يعني كل شيء بيظهر له السايد افكت بتاعه، فبيبدا يتخذ الاجراءات اللي هي تعديل فيه او الحد منه يعني. في طبعا في ادويه كتيره كانت موجوده واتمنعت لان اثبت لاحقا ان هي لها اضرار. فهو العلم في تحديث مستمر تراكمي كمان يعني، كل حاجه يعني بنكتشف ما بعدها لما بنقف تماما عند النقطه اللي واقفين عندها ونتامل اللي بنوصل. احنا عندنا في مصر محميات طبيعيه كتير، يمكن 30 محميه طبيعيه، وده مش هنبقى بنبالغ لو قلنا وصلنا انه ممكن يصل لثلث مساحه مصر. لا هو اقل من ثلث مساحه مصر بكتير يعني، احنا اقل من ثلث مساحه مصر، ولكن هو يعني احنا هي مصر طبعا فيها ميزه ان احنا من يعني تعتبر من اوائل الدول
العربية والدول في الشرق الأوسط اللي قامت بإعلان المحميات، لأن المحميات دي أحد أهم الأدوات اللي صون التنوع البيولوجي وصون أجزاء من الأرض. لأن طبعا يعني صعب إن كل الدول تحط قيود على أو تحط يعني إجراءات مشددة لاستخدام مساحات من الأرض، لأن هو عبارة عن إيه؟ إن أنت يعني المحمية ده عبارة عن إيه؟ إن مساحة محددة بيتم تنفيذ عليها قانون مش بيمنع الاستخدام، ولكن بالاستخدام بالشكل المستدام. لأن يعني هو المطلوب في العالم كله، أو فكرة يعني الفكرة اللي العالم كله بيسعى لها الوقت حاليا هي إيه؟ هي الاستدامة. الاستدامة بكل أنواعها بقى، يعني الاستدامة يعني هم بيسموها التنمية المستدامة، لكن لا، هو استدامة في كل حاجة. يعني طب المحميات اللي عندنا دي هل فعلا بتساهم في حفظ التوازن البيئي؟ خلينا نسأل السؤال بشكل تاني، إلى أي مدى بتساهم؟ يعني وصلت لإيه، وممكن نطور التوازن البيئي اللي فيها ده أكتر إزاي؟ هي حضرتك طبعا المحميات بشكل عام أحد الأدوات الهامة جدا، اللي لأن زي ما أنتم حضرتك شايفين التنمية في كل مكان. يعني المكان اللي احنا فيه ده كان في وقت ما كان المبنى ده كان مكانه مكان طبيعي، كان مكانه ارض طبيعيه بيعيش فيها ارض زراعيه او ارض صحراويه بيعيش فيها كائنات، فاصبح التنميه مطلب، لان العدد بيزيد في واقامه مصانع، اقامه ملاعب، اقامه حياه، يعني مستلزمات الحياه اصبحت ضروره. فاصبح ان انت يعني لو ما عملتش اماكن يعني تحط فيها قيود للفكره، يعني زي ايه بنحفظ زي ايه نحفظ يعني بنحفظ ايه فيما يتعلق بالنباتات، الحيوانات، الاسماك، ما انا هقول لحضرتك الموضوع. فاصبح الوقت العالم كله اجمع ان لابد ان يكون يعني يرجح او يفضل ان يكون حوالي 30% من المساحات الارضيه لكل دوله. طبعا كان الاول بادئين ب 10%، ثم 15، ثم 20، ثم 30% من كل دوله تكون محميات طبيعيه، ويعني 30% من مساحه الدوله تكون محميات طبيعيه، و 15% من المساحه البحريه، يعني يكون منها 15% من مساحات من البحار. ليه ده؟ لان المحميات ده حضرتك اماكن بيكون فيها التنميه بشكل بيراعي البعد البيئي، بيتحط فيها قيود، يعني مش هيتبنى فيها العمارات بالشكل ده، او استخدامك لطبيعه الارض او استخدامك للموارد اللي فيها لا يؤدي الى فناء المورد، لا يؤدي الى تغيير طبيعه المورد، لا انت حضرتك بتستخدمه بشكل يعني بنسميها اللي هو الجانب جهد مستدام. احنا بنستخدم بما يضمن استدامه المورد، لان احنا بنبص يعني للارث، ده ارث، يعني ارث، يعني هي سلفه من الاحفاد وليس ارث من الاجداد، بنحافظ على. ولكن احنا هنا طبعا لو احنا جينا نبص هنلاقي ان معظم النباتات المسجله اللي هو السجل الوطني للنباتات المصريه موجود ومسجل في نطاق المحميات الطبيعيه، يعني ابرزها ابرزها مثلا زي مثلا لو جينا نقول مثلا ان النباتات المتوطنه في مصر، المتوطن ده اللي هو النباتات اللي مش موجوده في اي مكان في العالم. فمثلا لو جينا نقول سانت كاترين لوحدها، مصر فيها 61 نوع نباتي متوطن، متوطن يعني مش موجود في اي مكان في على وجه الكره الارضيه غير في مصر. بل هو بقى مش في مصر بس، ده في سينا، لا مش في سينا بس، ده في سانت كاترين، في مدينه سانت كاترين بقى، في والمناطق المحيطه بيها، فيهم 19 نوع من النباتات المتوطنه في مصر. فده بيبين لك مدى اهميه انواعهم ايه، بتستخدم في ايه. طبعا هو حضرتك بنساهم في انتشارها والمحافظة عليها ازاي؟ هل بيتم زراعها في صوبات مثلا للحفاظ عليها، ولا هي بتنمو طبيعيا في هذا لا هي حضرتك هو احنا في بعض النباتات اللي منها اللي تم استزراعها في اماكنها اللي هي فكره الريستوريشن، اللي هي فكره الاصحاح البيئي. ان في لان طبعا حته نبات انديميك او اللي هو النبات المتوطن ده معنى ذلك انه مهدد للانقراض. ليه بقى؟ لان اصبحت بيئته محدوده، حتى لو مغطي سطح البلد كلها. يعني حتى لو هو مغطي سطح البلد بالكامل، فهو اصبح بيقول للعالم يعني باي باي، انا هنا دي اخر مكان ليا واخر ديستريشن انا موجود فيها، ما بالك بقى هو بقى موجود في مكان محدد. فاحنا طبعا بنعمل برامج للرصد، ان احنا بنعمل الرصد الدوري ليه عشان نشوف لو في اي مؤثرات. لان هو الحمايه اسس الحمايه ايه؟ ان انا بقيم الحاله، بقيم الحاله منين؟ من خلال الرصد. طب لو في مؤثرات، اول حاجه ايه؟ بنرفع الضغوط. لو في مثلا زي ان احنا مثلا بنعمل تنظيم للرعي، ان احنا ما نقدرش نمنع الرعي،
بس بنعمل حاجه اسمها التبادل، يعني اماكن في فتره الاثمار فتره الازهار والاثمار للنبات ده اللي احنا عارفين ان هو بيتاثر، فبالاتفاق مع المجتمعات المحليه ان احنا بنقول لا ده ونوقف الرعي هنا بحيث ان احنا نضمن ان البذور تنمو بشكل كامل وتنضج نضج كامل وتقع على الارض بحيث ان احنا نحافظ على توازن المخزون البيئي، المخزون اللي هو الاستراتيجي للبذره اللي بيسموها السول سيد بانك، اللي هو اللي بيضمن استدامه النبات ده مع 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 السيول. يعني حضرتك عايز تقول لي ان المحميات دي لا تتاثر، يعني النهارده كلنا عارفين ان الدنيا كانت بتمطر بشكل معين بقت اكثر غزاره في الامطار، او انها كانت حر بشكل معين فاصبحت اكثر جفافا في الصيف، المحميات ما بتتاثرش بالكلام ده؟ الكون كله بيتاثر. طيب بس حضرتك ايه فايده المحميات هنا بقى؟ حضرتك ايه اسباب يعني ايه اكبر اسباب لظاهره تغير المناخ؟ هي الاجراءات، هي الانشطه اللي البشر بيقوموا بيها. هل الانشطه دي بتتم في كل مكان؟ لا، اعتقد لها اماكن محدده، يعني مثلا الانشطه والتقطيع الجائر، ومثلا ممكن يتم مثلا يعني تطهير مكان لبناء مثلا تجمع سكن كبير، ده ما بيحصلش في المحميات. فالمحميات احد الادوات اللي بتصون الطبيعه كلها، ولذلك هي حتى بيسموها يعني صون الطبيعه، مش صون المحميات، لا هي صون الطبيعه، لان بتحفظ انت بتضمن من ضمن اجراءاتك اللي انت بتعملها عدم التاثير وعدم تدمير اي موئل ايا كان. فكلما زادت مساحه، يعني مثلا زي فرنسا حوالي 60% من مساحتها محميات، محميات ده يعني بتسمح بنشاط بس وفق اجراءات محدده، وفق قيود معينه، وفق اجراءات تضمن ان المورد ده يفضل، ان هتستفيد بالعمر كله، مش هتستفيد بيه سنه وبعد 10 سنين ولا 20 سنه ولا 50 سنه المورد ده مش هيكون موجود. اما ان التغير المناخ، فتغير المناخ ده هو في الاصل يعني سيركل، يعني في الاصل هو ظاهره، ولكن بيحصل لها اصراع بسبب الاجراءات اللي احنا والانشطه اللي العالم بيقوم بيها. ولذلك دي فكره يوم الارض، فكره يوم الارض اللي هو الحد من الانشطه واتخاذ التدابير اللي تحد من تلوث الجو بشكل عام وتلوث التربه بشكل عام، للحد من الظواهر اللي منها تغير المناخ. اكيد معلومات كنا محتاجين نعرف جدا. احنا عندنا حاجات بنتميز بيها في مصر، وكنا محتاجين نعرف اماكن المحميات دي. كل الشكر ليك الاستاذ البيالي حطب، مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي بوزاره البيئه، نورتنا. شكرا لكم. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا لحضرتك.